बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस किताब अलअदबियतुब्बीन यदी के पहले हिस्से का दूसरा जुज शुरू करें। यहाँ पे अलवाद व तासिया नवा यूनिट है। अतसव्वुक शॉपिंग को कहते हैं, अतसव्वुक शॉपिंग ख़रीदारी। अद्दरसुसलासा व सबून 73वां सबक है। तो अलहवाल अव्वल पहला मुकालमा, ये मुकालमा शुरू करने पढ़ना। البائع دكاندار أهلا وسهلا خوش آمدید الطالب ستودنت أريد معجما من فصلك میں ڈکشنری چاہتا ہوں یا مجھے ڈکشنری چاہیے مہربانی کر کے البائع بیچنے والا یا دکاندار ایو معجم تريد آپ کون سی ڈکشنری چاہتے ہیں الطالب أريد المعجم العربي میں عربی ڈکشنری چاہتا ہوں البائع تفضل المعجم العربي یہ لے عربی ڈکشنری ٹھیک وماذا تريد ايضا اور آپ کیا چاہتے اس طرح طالب اريد كتاب القراءه میں کتاب قرات کی کتاب چاہتا ہوں قرات ریڈنگ کی کتاب پڑھنے چاہتا کی ہوں ٹھیک ہے ریڈنگ کی کتاب چاہتا ہوں و کتاب القواعد اور قواعد کی کتاب چاہتا ہوں البائع دکاندار هذا كتاب القراءه و هذا كتاب القواعد یہ کتاب ریڈنگ بک ہے اور یہ قواعد کی بک ہے قواعد کسے کہتے ہیں؟ الطالب اريد قواعد اصول و قواعد اصول گرامر، ہوتے ہیں یعنی کہ گرامر 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 میں گرامر کی بک چاہتا ہوں الطالب اسٹوڈنٹ اريد دفتر و قلم میں رجسٹر اور پین چاہتا ہوں البائع تفضل الدفتر دفتر و قلم والقلم یہ لیں رجسٹر اور پین هل تريد شيئا آخر آپ کیا دوسری چیز بھی چاہتے ہیں الطالب لا و شکرا نہیں اور شکریہ البائع دکاندار المطلوب 30 ریالا 30 ریال چاہیے ٹھیک ہے، یعنی کہ مطلوب الطالب اس کی، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو قیمت ہے نا سارے کی وہ 30,000 ہے، تیس ہزار قیمت ہے 30,000 نہیں، الطالب تیس ماذا ریال تقول آپ 30,000 تو او 30 ریال کیا ہو گیا؟ ماذا تقول آپ کیا کہہ رہے ہیں 30 ریال 30 ریال البائع نعم جی ہاں 30 ریال 30 ریال الطالب تفضل هذه 30 ریال یہ لیں 30 ریال ہاں یہ نا 30 ریال ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے، آگے معجم ڈکشنری دفتر رجسٹر قلم قلم ریال ریال تفضل خذ لیجئے المعجم عربی المعجم العربی یہ عربی عربک ڈکشنری کتاب القراءتی ریڈنگ بک کتاب القواعدی گرامر بک 30 یقول وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جی، آگے تدریب مشق ہے جواب دیجئے نعم اور لا کے ساتھ هذا الحوار في مكتبة الجامعة یہ مکالمہ یونیورسٹی کے لائبریری میں ٹھیک لائبریری کا ہے یہ غلط ہے لا الحوار بين الطالب والمدرس یہ مکالمہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان ہے یہ بھی غلط ہے لا يريد الطالب معجما عربيا اسٹوڈنٹ چاہتا ہے عربک ڈکشنری یہ ٹھیک ہے
لا يعرف الطالب اللغة العربية. student نہیں جانتا عربی لینگویج. یہ غلط ہے. لا يعرف يريد الطالب دفترا واحدا. نعم يريد الطالب ثلاثة أقلام. لا المطلوب من الطالب 30 دينارا. لا في المكتبة كتب عربية. لائبریری میں عربی بکس ہیں. لا نام ہی ویسے کہتے ہیں، عربی بک ہی اس نے ساری خریدی ہیں، ڈکشنری بھی، قراءت بھی، قواعد بھی، یہ سب کے سب اس نے عربی کی لیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آگے چلیں. الحوار الثاني دوسرا مكالمة. الباعي مرحبا أي خدمة. دكاندار خوش آمدید. کون سی خدمت میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا کیا ہوں؟ کیا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ أي خدمة. المرأة عورت. أريد سمكا ولحما ولحما ودجاجا. میں چاہتی ہوں مچھلی اور گوشت اور مرغی. الباعي تفضلي سمك واللحم والدجاج. یہ لیجئے مچھلی اور گوشت اور مرغی. وماذا تريدون ايضا اور آپ کیا چاہتی ہیں؟ المرأة اريد خيارا وبصلا وطماطما. میں چاہتی ہوں خيارا خیارن کھیرا، بصلن پیاز، طماطم پیاز ٹماٹر. ٹماٹر. مرد کے لیے اس نے تفضل لگایا تھا اور عورت کے لیے اس نے تفضلی لگایا ہے، تو یہ بھی آپ یاد رکھ لینا. الباعي تفضل الخيار والبصل والطماطم. وماذا تريدين ايضا؟ یہ لیجئے کیرا اور پیاز اور ٹماٹر اور آپ کیا چاہتی ہیں؟ المرأة اريد سكرا وشايا وبنان. میں چاہتی ہوں چینی شکر اور چائے وبنان. کافی. یعنی کافی جس سے بنائی جاتی ہے نا، والی کافی. الباعي تفضل السكر والشاي والبن. یہ لیجئے چینی اور چائے اور کافی. هل تريدين شيئا آخر؟ آپ کو اور بھی کچھ چاہیے؟ المرأة عورت نعم جی ہاں. طبق بيض وعلبة ملح. بوائل انڈے. نہیں، طبقہ بھائی دن انڈوں کی ٹرے جو ملتی ہے نا، جس میں انڈے پڑے ہوتے ہیں پورے، وہ کہہ رہا مجھے ایک انڈوں کی ٹرے چاہیے، اور البتہ ملہن ایک نمک دانی چاہیے. انڈوں کی ٹرے اور ایک نمک دانی چاہیے. نمک نہیں انڈوں کی ٹرے اور نمک دانی. الباعیو دکاندار ہذا طبق البيض وهذه علبة الملح. یہ انڈوں کی ٹرے ہے اور یہ نمک دانی ہے. المطلوب 30 دینارا. 30 دینار چاہیے یہ قیمت ہے. المرأة تفضل هذه 80 دینارا. یہ 30 دینار ہے. یہ لیں، یہ ہیں 30 دینار. ٹھیک ہے جی. میرا نیا المفردات الارض وکیبرلی پڑھیں. دینار علبة ملح نمک تانی طبق بيض انڈو کی ٹرے 80 اسی خیارن کھیرے بصل پیاز طماطم ٹماٹر سکر شکر بن کافی مرأة عورت. آگے تدریب مشق. اجب بنعم او بلا. جواب دیجئے.
جی ہاں اور نہیں کے ساتھ. هذا الحوار في السوق, یہ مکالمہ بازار میں ہوا. نعم الحوار بين المرأة والمشتري, یہ مکالمہ عورت اور مشتری بیچنے والے نہیں خریدنے والے کے ساتھ. خریدنے والا ہوتا ہے، تو یہ غلط ہے. ہاں غلط. تريد المرأة لحما, عورت گوشت چاہتی تھی. نعم تريد المرأة أرسا, لا تريد المرأة طماطم, لا تريد طبق بيض وعلبة ملح. نعم المطلوب 80 ريالا. نعم تريد المرأة قهوة. نعم हाँ نہیں उसने से قهوة نہیں کرتی. لا ला ठीक है जी. اوكي और सामान रियालन की जगह उसने दीनार इस्तेमाल किया था. चले है दे, आगे चले. الحوار الثالث, تیسرا مکالمہ. الباعی, دکاندار, تفضل ایو خدمت, کیا خدمت کروں. المشتری, خریدنے والا. اريد قميصا لو سمحت, میں چاہتا ہوں قمیض. لو سمحت, बड़े मेहरबानी, لو سمحت. बड़े मेहरबानी, मैं कमीज चाहता हूँ. لو سمحت, برائے مہربانی میں قمیض چاہتا ہوں. الباعی, تفضل هنا, یہ لے, یہ وہاں ہے. هذا قسم القمصان, فضل هنا، इधर आएं. बड़े मेहरबानी, इधर आएं. यहाँ है, इधर यहाँ आए आप. تفضل वो هنا. से कह रहा है खुद आप इधर आए. तफ़द्दुल होना, यहाँ आए. बड़े मेहरबानी. برائے مہربانی یہاں آئے. هذا قسم القمصان, یہ شرٹ کی قسم ہے. ये सेक्शन हाजा है, कमीसु, ये शर्टों की सेक्शन है. यानी कि ये जो हिस्सा है ना दुकान का, यहाँ पे शर्टें रखी गई हैं डिफरेंट तरह की. हाजा قسم القمصاني, ये शर्ट का सेक्शन है. हाजा कमीसुन अबयदु, ये वाइट कमीज है. वहाजा अस्फरु, और ये जर्द है. वहाजा अजरकु, اور یہ بلو ہے. وہذا احمرو, اور یہ سرخ ہے. وہذا اسودو, اور یہ بلیک ہے. المشتری, خریدنے والا. بیکم القمیص, یہ قمیص کتنے کی ہے. البائی, القمیص بعشرین دینارا, یہ قمیص 20 دینار کی ہے. ایو قمیص تریدو, آپ کون سی قمیص چاہتے ہیں. المشتری, خریدنے والا. سأشتري القميص أزرق, أزرق میں بلو کلر کی قمیص خریدوں گا. الباعی, هذا هو القميص أزرق, یہ وہ قمیص, یہ 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 لیں, یہ ہے قمیص, یہ ہے نیلی شرٹ. یہ بلو قمیص ہے. المشتری, شکراً. خریدنے والا, شکریہ. الباعی, دکاندار. لدینا الثواب جمیلۃ, ثوب کی جمع اسواب ہے. وہ آواز ڈبل ڈبل. لدينا اسباب جميله, ہمارے پاس خوبصورت کپڑے ہیں. چوگا کہہ دیں, المشتری سب کا مطلب چوگا کر دیں, چوگے. چونکہ ہمارے پاس خوبصورت چوگے ہیں. المشتری, بكم الصوت, آپ کون سا چوگا چاہتے ہیں. نہیں, ثوب کی کیا قیمت ہے؟ چوگے کی کیا قیمت ہے؟ الباعی, الثوب 30 دینارا,
चौगा 30 दिनार का है। अल ठीक मुश्तरी उरीदु सौबल अबयज़, मैं वाइट चोगा चाहता हूँ। अलबाई तफद्दल सौबल अबयज़, ये लें वाइट चोगा। अल मतलूबु 50 दिनारन, इसके 50 दिनार यानी कि दोनों कीमत चीज़ों है। की जो कीमत है ना वो 50 दिनार हो गया टोटल। कीमत 50 दिनार। المشتري تفضل هذه 50 دينارا، ये लें 50 दिनार। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कमीज शर्ट कुमसान शर्ट होगा अस्वाब होगे इसकी, वो खरीद रहा है 20 बीस 50 इसम सेक्शन होना यहाँ। अलमुश्तरी अलमुश्तरी खरीदने में बेचने वाला। खरीदने वाला, अल मुश्तरी खरीदने वाला, अल बाय हाँ बेचने वाला, ठीक है ना। ठीक है। आगे تدريب أجيب بنعم أو بلا، يريد المشتري قميص، مشتري قميصا واحدا، एक कमीज चाहता था। ये نعم ठीक है। يريد قميصا أبيض، نعم नहीं तो और नहीं नीली शर्ट لا नहीं لا खरीदी। لا أسلك القميص ب30 دينارا، لا أشتري مشتري 3 أسباب، لا الأسباب ب30 ريالا، لا أشتري ثوبا أزرق، نعم لا هذا الحوار بين البائع. ثوبا उसने सफेद لیا تھا نا। لا لا، هذا الحوار بين البائع والمشتريات، ये मुकालमा खरीदने और बेचने वाले के दरमियान है। नाम ला يريد مشتريه البائع औरत होती है और वहां पे मर गया था। हाँ لا ठीक है، يريد البائع 50 دينارا، سينا نعم ठीक है जी। ده علامة الفتن على كلمة غريب في كل مجموعة، معجم ديكشنري دفتر دينار طب دينار ठीक है। رحم سمكة دجاج قلم سو معطف طبق البيض सो में तो कमी चाहिए। खियार नहीं शाही 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 यार बसर शाही, ठीक है जी, शाही पे हमने काटा लगा दिया। अगला सवाल। بين الجزائر تعبير أقلاً ثم سلبية، تعبير مطلب ताबीर कहते हैं एक्सप्रेशन को। मिलाइए ये के जो एक्सप्रेशन के जो हिस्से ना उनको आपस में जोड़ें ताकि एक्सप्रेशन बन जाए, फिर जब एक्सप्रेशन बन जाए फिर उसको मुनासिब तस्वीर के साथ जोड़ दें। ठीक है। طبقه طبقه طبق البيض، اسكو اندو کے ساتھ ملائیں گے، قسم القمصان اور پھر ان کو یہاں پر جو رینکس بنے ہوئے کپڑوں کے سیکشن اس हाँ کے ساتھ दूसरी ملائیں گے، तस्वीर है।
ठीक है। المعجم العربية. ठीक है। इसको मिलाएंगे डिक्शनरी के साथ, थर्ड वाली। फोर्थ वाली। पांच चलो इसकी तस्वीरें। अलकिरात लिखा हुआ नहीं, पांच तस्वीरें किताबें टोटल। किरात है वो। टोटल पांच तस्वीरें। चौथी पे वो ग्रामर है, पांचवी पे किरात है। तो सर المعجم العربي जो थी होगी ना, हाँ, चौथी तस्वीर। किताब القراءات होगी पांचवी, ठीक और है जी। علبة الملح होगी तीसरी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे أبيض وايت أسود وبلاك أخضر جرين أحمر سرخ أصفر يلو أزرق بلو. ठीक है जी, आगे। أبيض को मिलाएंगे वाइट के साथ, أسود को ब्लैक के साथ, أخضر أخضر को इसी के साथ मिला देंगे, सब أحمر को भी इसी के साथ, أصفر अस्पर को मिलाएंगे सेकंड वाली ब्लू के साइड में येलो उसके साथ। ठीक। आगे अस्पत ये है ना, येलो है अस्पर ठीक है। अस्पर अजरक फिर है अस्वद नहीं अब यदा सब। अभियज है, अभियज है फिर है अभ्यज और अहमर अखदर और अस्वद। ठीक है जी। आगे नया सबक है, तरकीब नहविया। एक मिनट जरा होल्ड सेंटेंस करें। अव्वल ठीक है, शुरू हो जाए। تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. المثال أريد كتاب القراءة من ريدنج بوك چاہتا ہوں. هذا كتاب القراءة یہ ريدنج بوك ہے. أريد كتاب القواعد هذا كتاب القواعد. أريد طبق البيض اور هذا طبق البيض. أريد وجبة الفطور هذا وجبة الفطور. أريد علبة الملح هذا علبة الملح. أريد طبق الفاكهة هذا طبق الفاكهة. أريد كتاب العلوم هذا كتاب العلوم. ठीक है जी। बस यानी कि जो मुजक्कर अल्फाज थे ना, उनके लिए हमने हाज़ लगा दिया, और जो मुनस थे उनके लिए हाज़ ही लगा दिया। तदरीब उस्सानी, दूसरी मशक शुरू करें। المطلوب 20 ريالا. المطلوب 30 ريالا. المطلوب 40 ريالا. المطلوب 50 ريالا. 60 लिखा हुआ है वैसे। ऊपर 50 40 के साथ 50. अच्छा, 52 के बाद 50, फिर 60। ठीक है, आगे। المطلوب 60 ريالا. المطلوب 70 ريالا. المطلوب 80 ريالا. ठीक है जी। المطلوب 80 ريالا। ठीक है जी, आगे। التدريب الثالث مثال هي أريد معجما من فضلك
मैं डिक्शनरी चाहता हूँ, बराए मेहरबानी। अय्यु मुअज्जमु तुरीदु, आप कौन सी डिक्शनरी चाहते हैं? उरीदुल मुअज्जमल अरबी, मैं अरबिक डिक्शनरी चाहता हूँ। तफदिल लिल मुअज्जमल अरबी जी, ये लें अरबिक डिक्शनरी। उरीदु अल-किताबुल अबयद मिन फज़लिका, नहीं नहीं उरीदु किताबन मिन फजलिका। किताबल अबयद। आप ये नहीं लगाना पहले में ना, बस आपने सिंपल ये कहना है उरीदु किताबन मिन फजलिक, मैं किताब चाहती हूँ। फिर आगे से अगला बंदा पूछेगा अय्य अय्या अच्छा किताबन तुरीदीना, या तुरीदु मर्द से कहेंगे अय्या किताबन तुरीद, आप कौन सी किताब चाहते हैं? उरीदु किताबन फज़लिका, मैं किताब चाहता हूँ बराए मेहरबानी। अय्या किताबन तुरीदु, आप कौन सी किताब चाहते हैं? उरीदुल किताबल अबयद, मैं व्हाइट बुक चाहता हूँ। ठीक तफदिल किताबल अबयद, ये ले व्हाइट बुक। चलें ठीक है। उरीदु उरीदु अच्छा ये जो एक नज़ारतन चीज़ बतानी है मिन आपको, आपने अभी फज़लिका। थोड़ी सी गलती कर दी है, वो आई जो है ना ये मुज़ाफ़ हो जाता है अपने साथ वाले लफ्ज़ के साथ, तो इसके आखिर में जब लफ्ज़ लगाएंगी ना उसके साथ या कसरा या तनवीन वाली कसरा लगानी है। ठीक है जी, अगले माजी सवालों में इसका ख्याल रखना। उरीदु उरीदु नज़ारतन मिन फज़लिका, अय्यु नज़ारतन तुरीदु, नजार नजारतिन नज़ारतिन अय्यु नज़ारतिन तुरीदु। उरीदु नज़ारत ज़रका, तफद्दलिल नज़ारतल ज़रका। उरीदु मुअत्तफन मिन फज़लिका, अय्यु मुअत्तफन तुरीदु। उरीदु अल-मुअत्तफल तवीला, الميتافوفا طويلة. ठीक है تفضل المعتفة الطويلة. أريد دفترا من فضلك، أي دفتر تريد؟ أريد الدفتر الأخضر، تفضل الدفتر الأخضر. أريد ثوبا من فضلك، أي ثوبا تريد؟ أي صوب تريد؟ أي ثوب؟ أي ثوب تريد؟ أريد الثوب الطويل، تفضل الثوب الطويل. أريد النظارة من ألف لام فضلك، نہیں لگے گا، أريد نظارة من فضلك، نون سپیسیفک سوال ہے یہ، کسی کو ہم نے مخصوص نہیں کیا، بس کہہ أريد دیا ہمیں کہنا ایک دکھا نظارة، دو. أريد نظارة من فضلك. نظارة، نظارتين أيّا کے نہیں ساتھ ہم نظارتين، وہ لگا دیتے ہیں. أي نظارة تريد؟ أريد النظارة السوداء. النظارة، جب شروع میں الف لام لگائیں گے تو آخر میں ہم تنوین نہیں لگائیں گے بلکہ ایک فتح لگائیں گے، اريد النظارة السوداء. اوكي تفضل النظارة السوداء. ٹھیک ہے. أريد القميص
اريدو أريد قميصا من فضلك. ठीक है أي قميص تريد؟ أريد القميص القصير. ठीक تفضل القميص القصير. أريد القلم من فضلك. أي قلم تريد؟ أريد القلم الأحمر. تفضل القلم الأحمر. ठीक अगला सवाل التدريب الرابع، تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. المثال: بكم القميص؟ كتنے کی ہے قميص؟ القميص بعشرين ريالا. قميص 20 ريال کی ہے. أريد قميصا، میں شرٹ چاہتا ہوں. هذا هو القميص، یہ وہ شرٹ ہے. المطلوب 20 ریالا، قیمت 20 ریال ہے. تفضل، یہ لیجئے. هذه 20 ریالا، یہ 20 ریال. ये लें, ये हैं 20 रियाल। بقم الصوب، کتنے کی ہے؟ کتنے کا ہے یہ چوگا؟ الثوب 30 ریالا. بی أريد سلاسين ريالا أريد القميص، الثوب 30 ريالا. और फिर जब बी की वजह से हमने أريده तब्दीली की है। चले आगे, أريد الثوب اريدو صوبن। الثوب أريد الثوب هذا هو الثوب المطلوب 30 ريالا. ठीक تفضل، هذه 30 ريالا. अब इस तरह करें, अगले में आप सवाल पूछना, अगली तस्वीर में मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है ना? بكم الكتاب، الكتاب بأربعين ريالا. أريد الكتاب كتابا. اوكي هذا هو الكتاب، كتاب یہ ہے وہ کتاب، المطلوب 40 ريالا. تفضل، هذه 40 ريالا. ठीक है जी, अब मैं सवाल पूछता हूँ। बिकम अल मुअज्जम, المعجم ب50 ريالا. ओके उरीदु मुअज्जमन, هذا هو المعجم المطلوب 50 ريالا. ठीक है تفضل هذه 50 ريالا. अब अगले में सवाल जवाब आप खुद ही करें। بكم المعطف، المعطف ب50 ريالا. أريد معطف، معطفا، معطفا. هذا هو معطف المطلوب 50 ريالا. تفضل، هذه 50 ريالا. ठीक है जी, आगे तदरीब الخامس، اريد سمكا من فضلك، برائے مہربانی میں مچھلی چاہتا ہوں. تفضل السمكة،
ये लें बरए मेहरबानी, ये लें मछली। हल तुरी दू शयन आखरा नाम, क्या आप कुछ और चाहते हैं? नाम बसालन व मिलहन, जी हाँ प्याज और नमक चाहता हूँ। हाजा हुवल बसलो व हाजा हुवल मिल हो, ये लें नमक और ये लें प्याज और ये लें नमक। ठीक है जी, अब आप सवाल नमक पूछ होता है नमक? जी। कुछ नहीं। उरीदु सन उरीदु दजाजन मिन फजलिक। तफद्दली दजाजा, हल तुरीदु हल शैअन आखरा, नाम बसलन वतमात तीमन। ओके। हाजा हुआ हुवल बसलू व हाजा हुवल मिल हो। أريد سكرا من فضلك. تفضل السكر، هل تريد شيئا آخر؟ نعم، شيئا. نعم شيئا وبنا، نعم شيئا وبنا. اچھا، نعم شيئا. هذا هو الشيء وهذا هو البن. أريد لحما من فضلك. تفضل اللحم، هل تريد شيئا آخر؟ نعم، لحما نهي، وخيارا. نعم نعم، خيارا خيارا وطماطما. وطماطما. اوكي، هذا هو الخيار وهذا هو الطماطم. أريد قميصا من فضلك. تفضل القميص، هل تريد شيئا آخر؟ نعم، الثوب ألف لام نہیں لگانا. ومعطفا. ثوبا ومعطفا. ٹھیک ہے، هذا هو الثوب وهذا هو المعطف. اب میری باری. أريد معجما عربي من فضلك. تفضل معجم العربي. هل تريد شيئا آخرا آخر؟ نعم، أريد دفترا وقلما. هذا دفتر هذا هو وهذا قلم. الدفتر. ألف لام بھی لگانا ہے اور هو هذا بھی هو لگانا ہے. الدفتر. هذا هو الدفتر وهذا هو قلمه. هو القلم. هو الكلام. اچھا، أريد صحيفة من فضلك. تفضل الصحيفة. هل تريد شيئا آخر؟ نعم، كتابا وساعة. هذا هو الكتاب وهذا هو الساعة. ठीक है जी। हाँ जो सा है वो तो मोनस है ना, तो हम कह देंगे हाजी ही व हाजी ही यस सातु। ठीक है, वह الساعة. ओके। उरीदु किताबल कवायदन मिन फजरिक। تفضل كتاب القواعد. هل تريد شيئا آخر؟ نعم،
मुआजमन व कलमन। हाजा वल मुअजमु वहाजा वल कलमु। ओके, आप सवाल पढ़ें। तदरीब सादिस। التدريب السادس تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. أريد القميص، قميص الأزرق. هذا هو القميص الأزرق. ये है شكرا، वो नीली عفوا. कमीज। शुक्रन, थैंक यू, أريد अफवन, इट्स ओके। ثوب الأب. अब आगे आप कहें उरीदू, मैं जवाब दूंगा। أريد الثوب أبيض. ठीक है। हाजा हो सौबु الأبيض، ثوب أبيض. شكرا. عفوا. أريد المعطف أصفر. هذا هو الميتف أصفر، هو الميتف الأصفر. شكرا. عفوا. أريد الدفتر أريد أخضر. القلم أحمر. أريد القلم أحمر. هذا هو القلم الأحمر. شكرا. عفوا. أريد الدفتر الأخضر. هذا هو هذا هو الدفتر الأخضر. ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही। هذا هو الدفتر الدفتر الأخضر. الأخضر. شكرا. عفوا. اوكي. أريد المنبه الأسود. هذه منب هذه هذه هو منب هي ال هو المنب هي ال هي ال هذه هي المنب وهي منبه الأسود. منبه الأسود. شكرا. أوكي، أريد الفن الأزرق. هذه هي الفرن الأزرق. شكرا. عفوا. ठीक है जी, आज के लिए मैं से इतना काफ़ी है, ये और पढ़ें। ठीक है सर, इतना काफी.